ايوه حبيبي، السلام عليكم، ازاي عليكم السلام، صحتك؟ اهلا بيك، الحمد لله، يا رب يبارك في عمرك ويخليك يا رب. الف انا بس شكر. انا بنتي كان حصل خناقات بينها وبين جوزها بسبب اهله، يعني بيشتموها وبيهدلوها بيكذبوا عليها، وهي واقفه جنب جوزها، يعني واقفه يعني بالله العظيم بالله العظيم، انا ما بقول الا الصيد وبقول الا الصح، مش عشانها بنتي. وبعدين حصل قبل كده كانت هي يعني بهدلها بسبب مامته وعملت له خلع، ورجع بقى دلوقتي اتطلقهم، بس هي معاها منه عيال. بس هي دلوقتي يعني هي دلوقتي في حالة تعبانة قوي، وهو بيقول لك اهلي اهم حاجة، اخواتي اهم حاجة، اهلي، مامته توفت يقول لك برضو دول اخواتي من ريحة امي، انا ما اقدرش افرط في اخواتي. ستي طيب انا هم بتمنى، انفاسهم مش دول طلقها؟ طلقها المرة دي. طيب ما يبقى هو ده مسؤول عن ولاده، لا يصرف مش على ولاده. لا 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 مش قايم بالدور قوي يا لا لا، حبيبي. لازم يصرف على ولاده، لازم يصرف على ولاده ان شاء الله. انا بتمنى من جوايا ان هم يرجعوا لبعض، يعني يبقى حلال ولا كلميه ما حرام. فيش مشكله، لا حلال ان شاء الله. طب ما هو برضو هي بتقول لك لا، عشان هو مندمج مع اخواته قوي لا، قوي قوي اذا عليه. قبل، اذا قبل يبقى حلال ان شاء الله، ومش معقولة هنقطع اخواته عشان نتجوز، انما لا لا تتجوزوا ويبقى على علاقة لا لا باخواته وارتبط لا باخواته، وفي بينه وبين اخواته الود اللي موجود ان شاء الله، نادي صلة رحم. لا، ما هي كويسة برضو مع اخواته، وهي بتودهم وهي خلاص ما بأعياد فيش وكل مشكلة ان الناس. شاء الله، اذا عادوا ما فيش مشكلة ان شاء الله.